السلام عليكم، مرحبا في فيديو جديد مع منى مدربة سواقة في أبو ظبي. هذا الفيديو هو تتمة لفيديو سابق، تغيير مسار مع التحكم في المقود. كيف نتحكم في المقود أثناء تغيير المسارات؟ أوكي، على بركة الله. السلام عليكم. السلام. مس جود، هلا مس جود، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. فالحين احنا في وقوف اضطراري، يلا تحركي، يلا جود غيري إشارة يسار، طفي أضواء الخطر، غير الجير، نتحرك، نغير مسارنا لليسار. اليسار نشوف المرأة، بعدين نشوف الكتف والمرأة الجانبية. نعم. وبعد مرة ثانية نغير تدريجيا. نعم، very good. أنا بركز على المقود، كيف الطالبة جود كيف تتعامل مع المقود. طبعا نتفة بسيطة باللف، اعملي لي يوتر لو سمحتي. طبعا الهدف من الفيديو هو تغيير المسارات وكيف أتحكم في المقود، هذا أنا بركز عليه أكثر شيء. لو سمحتوا حاولوا تلاحظون معانا، أعتقد مجموعة من الطالبات أو السائقات عندهم هالمشكل. هو مش مشكل كبير، وإنما عندنا الحل، وهو انه اتعامل مع المقود بدقة، يعني شوي شعرة. بعدين وين نروح جود؟ يلا الى اليمين تدريجي، very good. الحين بركز على خيب، انا عاوز اشوف طريقة استخدام المقود. very good، تابعي الى الامام، يدينا دائما وين يا جود؟ 10 و10. very good. الحين حنغير الى اقصى اليسار مرة ثانية لو سمحتي جود، عشان دائما مع الفحص والاشارة اهم شيء عندي انا المقود. شوية نتفة بسيطة المقود، حنعمل دوار يوتر، حنعيد مرة ثانية لو سمحتي. هذا كله من اجل المشاهدين والمشاهدات انه يشوفون ويركزون معانا تغيير مسارات وكيف نتحكم في المقود. طبعا نوقف اولوية الدوار لليسار، طبعا تابعي لو سمحتي جود. زي ما بتلاحظون ايدين جود دائما فوق، فيها تحكم اكثر، صح جود؟ صحيح. نعم، نخرج من اليسار مع اشارة اليمين طبعا قبل الخروج. الحين شو نسوي جود؟ نشوف المرأة اللي فوق، بعدين الجانب، مراية الوسط، نعم، ثم اليمين، ثم الكتف، ثم اشارة. احنا بيهمنا اهم شيء ايديك في المقود وتغيير مسارات. لاحظتوا معايا اخواني اخواتي، المقود بيتحرك نتفة شعرة شوي. اوكي، حنعيد مرة ثانية لو سمحتي، غيري لي لليسار. اهم شي لاحظوا معايا تغيير مسارات ايدين الطالبة في المقود شوي، يعني ما الف كتير، اذا لفينا كتير ممكن نفقد التوازن. فطبعا الفيديو هذا ركزنا على اكتر شي طريقة تغيير المسارات وكيف نتحكم في المقود مع تغيير المسارات. أشكركم على المشاهدة، وأشكر جود، طالبة بتاعي جود، ما شاء الله عليها، يعني شاطرة وطريقة سواقتها الحين صارت الحين جيدة. وطبعا هي من الطالبات اللي هم سريعين الاستيعاب. طبعا هذه نقطة إيجابية جدا للمدرب، لما يكون الطالب سريع الاستيعاب هذه نقطة كتير حلوة. وإذا كان استيعاب شوية فإحنا بنحاول نعطي طرق تانية سهلة جدا للاستيعاب وللتدريب. فأشكر الجميع على المشاهدة، وأشكركم على الدعم، وإلى اللقاء. معكم السيدة منى مدربة سواقة من أبو ظبي، إلى اللقاء.